طب كابتن احمد، يمكن هل بتتفق مع كابتن ممدوح؟ يمكن النادي الاهلي خلاص تقريبا بشكل كبير هتبقى مباراه الزمالك هي مباراه الحسم، ولكن من هنا لمباراه الزمالك لسه في مباراتين، مباراه النهارده الاتحاد ومباراه طلائع الجيش. شايف الحسابات ازاي كلا الفريقين؟ لا، وبالنسبة للنادي الاهلي هو طبعا هو يعني على الجدول، ولو كله هو والزمالك هو لو مشوا كل واحد كسب الماتشات هيبقى في فرق بنقطتين للنادي الاهلي، وهيبقى الماتش النهائي بين الاهلي والزمالك هو الماتش الفاصل يعني. بس بتهيألي يا كابتن يعني ان عدد مباريات الفوز هي اللي بتحسم البطل، مش النقاط. النقاط بنحتكم اليها لو تعادلنا في عدد الماتشات. يعني انا قصدي هم مشوا كل واحد مشوا في طريقه وخلص، هيبقى الماتش الفاصل بين الاهلي والزمالك هو الماتش الفاصل. هيبقى بس هو الاهلي كسب ماتش زياده عن الزمالك، كسبوه في الدور الاولاني، فالماتش لازم هيبقى يعني الماتش النهائي ده هيبقى هو الماتش صحيح. الفاصل في المباراه دي. فطبعا الاهلي يعينه على الماتش النهارده، على ماتش الجيش طبعا، يعني ربنا يكون في عون الاجهزه الفنيه كلها. نهايه الموسم، ختام الموسم، كل التأجيلات اللي حصلت وكل الاصابات اللي حصلت في الكوفيد 19 والحاجات دي كلها طبعا اثرت على طول الموسم، من برامج يعني الاعداد كل موسم يعني طبعًا. وكل شويه الماتشات تتاجل، فالمدرب المدير الفني بيبتدي يعمل فتره اعداد جديده وفتره يعني تحميل، فاللعيبه طبعا وصلت لمرحله ان احنا يمكن الدوري بقى له حوالي 7 8 اشهر، فدي طبعا صحيح. فتره كبيره جدا بالنسبه للمنافسات يعني. صحيح.